افتتح محافظ سوهاج أحمد الأنصاري مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية سالمون بطمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان إن المشروع يضم محطة رفع تبلغ طاقتها تصميمية 90 لترا لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار. المحطة دي بتخدم 23,000 نسمة، والجميل فيها ان طاقتها الاستيعابية تقدر تشتغل لغاية سنة 2060 بطاقات اعلى للتوسعات العمرانية المستقبلية المتوقعة. وهو ده اللي بيطمننا ان المشروعات مش بتتعمل عشان 5 و10 سنين، لا، علشان يعني دي مشروعات استراتيجية وكبيرة وتكلفتها عالية. يعني تكلفة المحطة 2.8 من 10 مليون دولار، تقريبا 50 مليون جنيه مصري، التنفيذ من خلال استشاريين مصريين. وده برضو بيأكد لنا ان احنا قادرين على تنفيذ محطات مياه متكاملة بأيادي مصرية وبجودة فائقة. يعني الشركة القابضة بتنفذ مشروعات كتيرة جدا. الحكومة المصرية عاملة دعم قوي جدا للقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خصوصا في مناطق الصعيد. يمكن احنا خلاص تم توقيع عقود كتيرة جدا من خلال قروض ومنح تم إتاحتها لمناطق الصعيد. عندنا البنك الدولي شغال ان شاء الله في سوهاج واسيوط، وانا ان شاء الله عندنا الاتحاد الاوروبي في شغال في يمكن في 4 محافظات برضو في الصعيد كلها، من المنيا سوهاج اسيوط انا. عندنا بعض المشروعات الاخرى اللي احنا من تمويل من الحكومه المصريه، كل ده الهدف منه ان احنا نرفع نسبه التغطيه بتاعه الصرف الصحي في القرى، بحيث ان احنا ان شاء الله عندنا اهداف لازم نحققها ان شاء الله على سنة 2022